بحيث احنا نعاودوا مره اخرى ونعمل نداء. يا سيدي شوف هاو نعمل نداء للنهضه يا اولادي، الاقتراح اللي نتاعي انا امشيو فيه راهو في مصلحتكم. يا سيدي مازالش حاجه اخرى وهاني مولش فيه انا، على خاطر يلزمنا نخرجوا من الحاله هذه ونخرجوا اقوياء، مش نخرجوا لسو لسويه. معناها تصير الامور تخذ فهمت كيما اتخذت المره هذه وصارت امريكا اتخذت وكذا، وتو تشوف التبعيات نتاعها 10 سنين التاليه هذيك تو. وتو احنا قبلنا باش نخلصوا لهم المصاريف ما هكا ولا تو تتفرج الفاتوره. أو قلت لكم انا من هنا باش يكون تقريبا لازم نكونوا مع بعضنا الكل في هذه ونهزوا الحمل. اما يلزم اخي نقبلوا بعضنا، مش كل مره راح نسبوا في بعضنا. وانا كي قلت راهي الحكومه فاشله، قلت فاشله في اداء المهمه نتاعها، مش فاشله بالضل ابسولو، يعني فاشله في التحقيقات اللي نحن ضبطناها على كل، وفاشله في حكايه الانتخابات، وفاشله في حكايه الدستور، وفاشله في هذا كل فاشله فيه.